الله عز وجل يقول: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. تخيل يا غالي، الله جل في علاه يذكرك باسمك عنده، والله شيء عظيم. تخيل لو أن ملكا من الملوك ذكرك باسمك، ممكن واحد من الشباب لو أن ملكا من الملوك ذكروا باسمه يمكن 3 أيام ما ينام من الفرح. طيب يا غالي، أنا أقول الله عز وجل ملك الملوك يذكرك عنده سبحانه وتعالى، وما يذكرك عند أي أحد، يذكرك الله عند جبريل، يذكرك الله عند ميكائيل، يذكرك الله عز وجل عند إسرافيل، عند ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. عشان كذا يفرح وينبسط إنك جالس هذا المجلس المبارك.